بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه دعوة ربانية، دعوة من الله العظيم العلي الكبير سبحانه وتعالى، يأمر فيها نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لأهل الكتاب، أي اليهود والنصارى: تعالوا، أقبلوا، وهلموا بعزم ورأي إلى ما فيه حياتكم، إلى ما فيه سعادتكم، إلى ما فيه حياتكم الطيبة في الدنيا، وإلى فلاحكم في الآخرة. تعالوا إلى كلمة سواء، والكلمة هنا بمعنى الجملة المفيدة. تعالوا إلى كلمة سواء، إلى كلمة عدل ونصف،
نتساوى نحن وأنتم فيها، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، أن نفرد الله تعالى وحده بالعبادة ولا نشرك معه أحدا، لا صنما ولا وثنا ولا صليبا ولا شخصا ولا طاغوتا، إنما نعبد الله تعالى وحده، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لا نتخذ أربابا يشرعون لنا من دون الله، يحلون ويحرمون لنا من دون الله، فإن تولوا أي أعرضوا عن هذه الدعوة الربانية التي فيها الفوز والفلاح والتي هي العدل والنصف، فقولوا اشهدوا، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أن أسلمنا وجوهنا وجوارحنا لربنا تعالى، وأننا لا نشرك به أحدا، بل نفرده سبحانه وتعالى بالعبادة. يا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هذه دعوة المرسلين جميعا، هذا هو دين الأنبياء جميعا، من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، دين الإسلام بمعناه العام، عبادة الله وحده لا شريك له، والكفر بالآلهة الباطلة التي تعبد من دون الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه دعوة كل رسول، أن اعبدوا الله أي وحده، واجتنبوا الطاغوت أي كل ما عبد من دون الله، اكفروا به وتبرؤوا منه ونابذوه العداء حتى يعبد الله وحده لا شريك له. قال الله عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال الله عز وجل ذلك عن صالح وعن شعيب، وقال الله تعالى عن موسى عليه السلام: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، إن كنتم مسلمين، إن كنتم مسلمين، أي مسلمين لله عز وجل، استسلمتم له وحده وانقضتم، أسلمتم وجوهكم لله وجوارحكم لا لصنم ولا لمعبود باطل من دون الله تعالى. وقال الله عز وجل عن المسيح عليه الصلاة والسلام: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ من يتبعني مع الله؟
من يتبعني في عبادة الله والدعوة إليه. قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، واشهد بأننا مسلمون. الحواريون أتباع المسيح عليه السلام قالوا واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وقال الله عز وجل عن المسيح أيضا: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وقال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وربنا عز وجل سبحانه وتعالى قد كرم المسيح وشرفه وأعلى من ذكره عليه الصلاة والسلام، ذكره الله عز وجل بأنه عبده ورسوله، وأنه كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. كلمته أي خلق بكلمة كن، وروح منه أي روح كائنة من الله عز وجل سبحانه. شرفه الله تعالى وجعله آية للناس إذ خلقه من أم بلا أب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. آية ودلالة على قدرة الله، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ما قال المسيح أنا الله، ولا قال أنا ابن الله، ولا قال أن لي طبيعة لاهوتية وطبيعة ناسوتية، أي طبيعة الإله وطبيعة الإنسان. حاشاه وكلا أن يقول على الله هذا الكذب وهذا الكفر العظيم، بل دعا الناس إلى الله وحده لا شريك له. والله عز وجل ذكر أن المسيح سيتبرأ ممن قال هذا يوم القيامة. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، نزه ربه تعالى، قال سبحانك تنزيها لك يا ربي عن هذا القول العظيم، تنزيها لك عن الصاحبة والولد وعن قول الجاهلين والمشركين. تعاليت علوا كبيرا، سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد.
إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. والمقصود من الآية أن المشيئة لك سبحانك، تهدي من تشاء وتضل من تشاء عز وجل سبحانه وتعالى. هذا التوحيد الذي بعث الله به المرسلين، هذه العقيدة التي ما من نبي ولا رسول إلا دعا قومه إليها، هي صريحة في الإنجيل، حتى في الإنجيل الذي بين أيديهم، وهو إنجيل قد حرف وغير فيه وبدل وزيد فيه وأنقص، ما زالت نصوص التوحيد موجودة فيه ولله الحمد، واضحة بينة مشرقة لمن أراد الهدى ولمن أراد السبيل المستقيم. فاقرأ في إنجيل متى، في الإنجيل في الصفحة الثانية، تقرأ: والشيطان يقول ليسوع: إن كنت ابن الله كما تقول فألق نفسك من فوق الهيكل. فقال يسوع: مكتوب لا تجرب الرب إلهك، لا تجرب الرب إلهك. وفي نفس الصفحة أيضا قال يسوع للشيطان: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك فاسجد وإياه وحده تعبد، للرب إلهك فاسجد وإياه وحده تعبد. وكذا في إنجيل متى: اسمع يا إسرائيل، إن الرب إلهنا رب واحد، إن الرب إلهنا رب واحد، إن الرب إلهنا رب واحد. وكذا مكتوب في إنجيل متى ومرقس وغيره: أحبب الرب إلهك بكل قلبك وسمعك وقوتك. نصوص، أكثر من 10 نصوص في توحيد الله تعالى وحده، وهم يعترفون بذلك، القساوسة والرهبان الذين يصدون عن سبيل الله ويأكلون أموال الناس بالباطل يعرفون هذا. وقد قرأت نشرة وذكروا فيها هذه النصوص وقالوا: نعم نحن نقر بهذه النصوص، ولكن تعالوا نفهم الوحدانية. المقصود بالوحدانية الرب واحد، لكن انبثق منه أقنومان، القول بثلاثة أقانيم: الآب والابن والروح القدس، تفسيرات من عند أنفسهم، ليس موجودا شيء من ذلك في الإنجيل، إنما عياذا بالله أهواء واتباع ظن. وهذا الدين ما هو بالدين الذي جاء به المسيح، كما يقول الكثيرون منهم: هذا الدين هو دين قسطنطين لا دين المسيح. فقسطنطين هذا الملك الروماني الذي دخل في النصرانية وكان فليسوفا، هو الذي قال لهم بالتثليث
وهو الذي نصر التثليث وأحل في زمانه الخنزير وهو محرم في التوراة. أحل في زمانه الخنزير لأن الغرب كانوا يأكلون الخنزير، وبقيت الأعياد الوثنية التي كان يحتفل بها الغرب لأنهم أرادوا أن ينصروا الغرب، وما كان الغرب ليترك وثنيته، فانتقل الغرب من وثنية إلى وثنية ومن شرك إلى شرك. كما ذكرنا قول بالتثليث هذا شرك بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فسروا لنا أيها العقلاء، أيها العقلاء من النصارى، قفوا وتدبروا عند هذا القول، تدبروا وتفكروا، لا تكونوا ممن قال إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، بل قفوا وتدبروا كيف واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، كيف الثلاثة تكون واحدا. فيفسرون لهم أعداء الله الذين يصدون عن سبيل الله بتفسيرات عقلية، قل له ائتني من الإنجيل بهذا التفسير، هذا دين، هذه عقيدة، جنة أو نار، نجاة وفوز أو عياذا بالله خسران وهلاك. دين. قال الله عز وجل فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، وهم لا يؤمنون. فالله عز وجل سبحانه وتعالى بين لنا ووضح لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم نقول أيضا، نقول أيضا هذه الصلاة المخترعة المبتدعة التي اخترعها وابتدعها قسطنطين ومن بعده، وهي صلاة التصليب. سلوا نفس أنفسكم سؤالا، هذا التصليب كانت صلاة المسيح؟ أهي صلاة المسيح؟ كان المسيح يصلب على نفسه؟ لا والله، بل الذي يقول ذلك كاذب، لأن الصليب لم يكن موجودا بعد. هذا الصليب وجد في عهد قسطنطين، لأن اليهود عندما صلبوا المصلوب الذي وقع عليه الشبع، أخذوه بخشبته وألقوه في مكان وألقوا عليه القمامة، إلى أن جاء عهد قسطنطين، فقامت أمه هيلانة واستخرجوا المصلوب والصليب، ثم بنوا مكانه الكنيسة المعروفة بكنيسة القيامة، يعتقدون أن منها المسيح سيقوم بجسده، وأخذوا الصليب وحلوه بالجوارح واللآلئ المسمى بصليب الصلبو. ثم بعد ذلك انتشر الأمر، فزارت السلطان في البيوت، ثم صارت على أشخاصهم، ثم صاروا بعد ذلك يتبركون بالصليب وصلاتهم التصليب. أهذه صلاة المسيح؟ لا والله، بل المسيح عبد الله ورسوله، بل المسيح كان يعبد ربه،
سبحانه وتعالى بصلاتنا، لأن جميع الشرائع قد اشتركت واتفقت في أصول منها الصلاة. كذلك أيضا عن يحيى المعمدان أو يوحنا المعمدان أي يحيى عليه السلام، وهذا في الصفحة الثانية من الإنجيل، قال يحيى: أنا أعمدكم بماء للتوبة، وسيأتي بعد الذي هو أقوى مني، الذي لست أهلا لأن أحمل حذاءه، يعمدكم بماء، يعمدكم بالروح القدس ونار. هذه الآية الموجودة في الإنجيل هي صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. كيف هي صفة محمد صلى الله عليه وسلم؟ يحيى يقول: أنا أعمدكم بماء للتوبة، المقصود به الوعظ، يدعوهم بوعظ بكلام طيب. وسيأتي بعدي المسيح عليه السلام، لم يكن بعد يحيى، بل كان مع يحيى في زمن واحد، ابن الخالة، كما بشرت الملائكة زكريا عليه السلام: إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، أي عيسى عليه السلام. كان عيسى مع يحيى في زمن واحد يدعوان إلى الله تعالى. أما الذي يأتي بعدي فهو غير عيسى، هو محمد صلى الله عليه وسلم. دليل آخر من الكلام، قال: وسيأتي بعدي الذي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحمل حذاءه، يعمدكم بالروح القدس وبنار، أي يدعوكم بالكلمة ويدعوكم بالجهاد. فالنار هنا المقصود بها الجهاد، وعيسى عليه السلام لم يكن مشروعا عليه الجهاد، بل العبارات التي يقولها النصارى: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، إذا ضربك أحد على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، ليسوا بأهل قتال ولا جهاد. ولذلك يقولون: نحن ندعو إلى المحبة. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فإنه يعمد الناس أن يدعوهم للتوبة بالكتاب والجهاد، فمن رفض الكتاب فإنه يجب أن يجالد بالجهاد دعوة إلى الله سبحانه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذه الكلمة السواء التي ندعو أهل الكتاب من اليهود والنصارى إليها، ونبلغهم إياها قياما بواجب النصح والدعوة، وإعذارا إلى الله بأداء الأمانة، ولعلهم يتقون. أما عبارات الوحدة الوطنية وعبارات الأخوة والأسرة إلى آخر، هذا عبارات تضر لا تنفع، والله هذه العبارات تضر النصارى لا تنفعهم، لأنهم إن ماتوا على ذلك بعد أن بلغتهم الحجة فهم في نار جهنم خالدين فيها عياذا بالله. فالخير للنصارى أن يعلموا أنهم كفار
وأنهم براء منهم حتى يؤمنوا بالله وحده. وندعوهم إلى الله تعالى لمصلحتهم. فالله غني حميد، لا تنفع طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين عز وجل سبحانه وتعالى. أذي مصلحة لهم ومنفعة لهم، فيدعون إلى دين الله الذي هو دين المسيح، والذي هو دين موسى، ودين الرسل جميعا، ولله الحمد والمنة. ثم يبقى هذا الدين، الله يصطفي له من يشاء من عباده، كما قال الله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقال الله: قل الحمد لله وسلام وسلام على عباده الذين اصطفى. قال مجاهد: هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يهدي من شاء إلى صراطه المستقيم، والحمد لله رب العالمين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، يقول الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أن أعبدوا إنسانا مثلنا مخلوقا، يأكل ويشرب ويقضي حاجته، ولابد أن يموت ويصيب ما يصيب البشر. أن أعبدوا إنسانا مثلنا، يقول ربنا تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، سبحانه وتعالى عز وجل. ويقول الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. من يأكل ويشرب لابد له من قضاء الحاجة. أهذا رب؟ أهذا إله يأكل ويشرب ويتغوط ويتبول؟ أهذا إله؟ سبحانك. ثم أنتم في كتابكم تقولون على الله قولا عظيما، يقولون إن الله تعالى قد نزل من على كرسي عرشه فدخل في فرج مريم فمكث فيها 9 أشهر. إله خالق السماوات والأرض، الكبير المتعال، العظيم الجبار، سبحانه وتعالى الحي القيوم، القائم على كل نفس بما كسبت، يدخل في فرج امرأة ويمكث فيها 9 أشهر. من الذي كان يقوم على أمر العالم يمكث في بطنها 9 أشهر، أي كان جنينا
ثم يخرج بعد ذلك وتقوم أمه على أمره ترضعه وتنظفه، ثم تقوم بعد ذلك على شأنه، ثم بعد ذلك يأخذه اليهود عندما يكبر ويصلبونه. أهذا إله؟ أهذا إله؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض وما فيهن، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، أي شيئا عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه أي تنشق، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يكون له ولدا، سبحانه وتعالى عز وجل سبحانه، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ربنا عز وجل في دعوة ربانية يدعوكم إليه سبحانه بخطاب فيه شفقة، بخطاب فيه رحمة، يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، أي لا تتجاوزوا الحد وتقولوا عن المسيح إنه الله أو ابن الله، ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح ابن مريم رسول الله، وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة، تهديد، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا، سبحانه وتعالى. ثم ربنا عز وجل يحذرهم أيضا فيقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هذه أهواء، أهواء قوم ضلوا من قبل كقسطنطين وبولس اللذان غيرا دين المسيح عليه السلام، قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا من الناس، وأضلوا كثيرا أي من الناس، وأضلوا كثيرا، وضلوا عن سواء السبيل، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. اتخذوهم أربابا أي في التحليل والتحريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم. وما يزال أكابر المجرمين منهم يصدونهم عن الله عز وجل. وأنا قرأت عن شنودة نفسه أنه سأله أحد النصارى في الكنيسة، يسأل عن النساء وتبرج النساء، وأن لباس النساء قد وصل إلى درجة غير لائقة إلى آخر ذلك، فرد عليه باستهزاء وقال: دعهم، تشريع، الحجاب منصوص عليه في التوراة والإنجيل،
يشرع لهم من دون لفزر غادة النساء وصفقة النساء لمن يشرع لهم من دون الله للطاغوت الأكبر الذين يعبدونه من دون الله. وأنا رأيت بعيني قطعة لقطة في فيديو لأحد القساوسة وهو يسجد لشنودة, يسجد له, يسجد لشنودة ولا يسجد لله سبحانه وتعالى وحده. لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل, وضلوا عن سواء السبيل. بل شنود نفسه يطلب من الناس أن يخرجوا في مظاهرة لأنه شتم, لأنه سب, انظر, لأنه شتم وسب, لأنه شتم وسب, يطلب من الناس الخروج في مظاهرة يعبدونه من دون الله, يتخذونه ربا من دون الله سبحانه وتعالى عز وجل. وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذه دعوة لكل عاقل من النصارى أن يقف مع نفسه وأن يتدبر وتعلم أنها دنيا زائلة, وتعلم أن الآخرة هي الباقية, وأنها وأن الأمر وأنه إما جنة وإما نار. لن ينفعك أحد, لن ينفعك أحد, ولا تخشى أحدا إلا الله. أقبل على دعوة الله الربانية. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نسأل الله سبحانه أن يمسكنا دينه الحق حتى نلقاه عليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا, اللهم سددنا واهدنا, اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا, وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليه من قول أو عمل, ونعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول أو عمل. اللهم اللهم خذ بنواصينا إليك, اللهم خذ بنواصينا إليك, اللهم خذ بنواصينا إليك. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين, واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك ويحاربون أولياءك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم, ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم من ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به, ومن ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم إنك على كل شيء قدير وأنت بالإجابة لجدير, فتقبل منا يا أرحم الراحمين. أقم الصلاة.